شغل نعطيهم لاباس تاع الديزاين بعدين ندخلهم في ليكولير باش يخرجوا ليكولير يوتيليزوها غايه حتى يولوا ان شاء الله فنانين ان شاء الله ان شاء الله. والاختيار النهار الاول على اي اساس؟ ضمير يكون عندهم ميول هما حابين؟ لا حنا نعاملوا كل واحد على حسب السياسه. يجيش ينضم لكاع على حسب الميول تاعهم. هما يشد على الورش الله يبارك، ولكن من بعد هو اللي يكتشف لنا المواهب ونشجعوهم بالمسابقات بالهدايا. نشجعوه هو الثاني اكيد. تفضلوا معنا الورشة الثانية يا واش تصوروا بعض. واللي مع المسك هذا نادي تطور.